ازيكم الشباب، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم ترافل استر، بريق السفر. لو انت اول مرة تشوفني، معكم الغندور. انا بقدم حلقات وفيديوهات عن الهجرة والسفر لكل دول العالم. ولو ما شفتش الحلقة اللي فاتت بتاعت الهجرة الى استراليا بالتطوع، هسيبها لك فوق في علامة الاي، لان هي حلقة مهمة جدا، وهي اسهل طريقة مضمونة وسريعة ومباشرة تقدر تدخل بيها لأستراليا. ولو انت لسه ما اشتركتش في القناة، 80% من المشاهدين مش مشتركين في القناة، يا ريت تشرفني باشتراكك في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل حصريات الهجرة والسفر، وتشير الفيديو ده مع اصحابك المهتمين بالسفر والهجرة عشان توصل الفايدة للجميع. ومحتاج دعمكم في الفيديو ده يوصل ل 600 لايك عشان كل الناس تستفيد بيه لما ينتشر، ولكل المواقع اللي هشرحها في حلقة النهاردة هتلاقيها في التعليق المثبت أسفل الفيديو في مقال عن سانت لوسي على موقع travelastr.club موقع القناة. وكالعادة لو عندك أي سؤال أو استفسار سيب لي تعليقك وهرد عليك في خلال 24 ساعة، بس اتأكد إن سؤالك ما تجاوبش عليه في الحلقة. ويلا بينا بعد الانترو القصير ده نعرف ازاي نقدر نهاجر لدولة سانت لوسيا في الكاريبي ونحصل على جواز سفر بتاعها مجانا من غير ما ندفع ثمنه. خليكم معانا. اهلا بيكم مرة تانية. ندخل في الموضوع على طول ونشوف اللغة الرسمية اللي بيتحدثها الشعب في دولة سانت لوسيا. هنلاقي ان هي اللغة الانجليزية هي اللغة الرسمية، وده معناه كويس جدا ان انت مش محتاج تعرف لغة غير الانجليزية بس عشان تهاجر لدولة سانت لوسيا. النقطة التانية اللي هتكلم عنها هي عملة سانت لوسيا، هي الايسترن كاريبيان دولار او باختصار الاي سي دي. الاي سي دي الدولار الامريكي الواحد بيساوي 2.70 اي سي دي، وهو الايسترن كاريبيان دولار عملة مربوطة بالدولار الامريكي زي العملات الخليجية مثلا، ما هي مربوطة بالدولار الامريكي، يعني مش معرض ان هو يزيد او يقل او يتحرك او الكلام ده. ندخل على تعداد سكان دولة سانت لوسيا من على الورلد ميتر، وهو أدق موقع لعدد السكان، هنلاقي إن هو 185,000 نسمة. بالنسبة لتكلفة المعيشة في سانت لوسيا، هتلاقيني سايب لك 3 مواقع لتكلفة المعيشة هناك عشان يكون عندك اطلاع واسع لتكلفة المعيشة في سانت لوسيا، وانت تعمل متوسط لو حسيت ان في اختلافات في الاسعار. بس خلينا نقول ان تكلفة معيشة الفرد بالرنت اللي هو الايجار في سانت لوسيا بيكون 1042 دولار امريكي، من غير الايجار بيكون 636. عندك هنا اليوتيليتيز والرنت والفود والمواصلات، وعندك هنا متوسط الراتب بعد الضرائب 985 دولار. حد هيقول لي ده كافي؟ هو كافي، لان انت كمواطن عربي اللايف ستايل بتاعك مش زي السايح اللي هو رايح يقضي وقت في سانت لوسيا. هناك هتلاقي عندك برضو موقع نمبيو سايبهولك وسايبلك مقالة عن تكاليف المعيشة في سانت لوسيا تقدر انت من خلالها تعمل متوسطات. طب خلينا نقول ايه الجنسيات اللي تقدر تحصل على ترافل دوكيمنت او ورقة تسافر بيها لسانت لوسيا، يعني تصريح سفر لسانت لوسيا، مش فيزا. يعني انا مش هقول لك فيزا، بس هو تصريح سفر، بس خلينا نقول مجازا عشان الناس يعني تفهم المعلومة بشكل اوضح، خلينا نقول فيزا الكترونية مضمونة تماما. اول جنسية معانا هي مصر، وده من على موقع اي فيزا. موقع اي فيزا بقاله 10 سنين، او شركة اي فيزا بقالها 10 سنين في مجال استخراج التأشيرات. الاون تايم ديليفري بتاعها 99%، ليها 1,200,000 هابي كاستمرز على التراست بايلوت. فهتلاقي هنا لو احنا دخلنا على موقع اي فيزا وقلنا ان احنا عايزين سانت لوسيا فيزا وانا جواز السفر بتاعي مصري، هيقول لي اترافل دوكيمنت از ريكوارد، انت محتاج وثيقة سفر، احنا ممكن نساعد في استخراج وثيقة السفر دي. مفيش مصاريف حكومية، المصاريف اللي انت هتدفعها هتكون تكلفة موقع اي فيزا او الفيز بتاعت موقع اي فيزا بس. تصريح السفر لده او وثيقة السفر لسانت لوسيا دي بتكون صالحة لمدة 30 يوم، يعني بتمكنك انك تقيم في البلاد لمدة 30 يوم. حد هيجي يقول لي بعد ال 30 يوم اعمل ايه؟ هقول لك في خلال الحلقة. بس مبدئيا في كل دول الكاريبي سواء كانت دومينيكا، انتيجا، بربودا،
دومينيكان أي دولة في الكاريبي، بعد ما تخلص مدة إقامتك فيها أنت ممكن تجدد إقامتك فيها من هناك من غير أي مشاكل، يعني مش زي الدول مثلا اللي هي هترحلك أو كده، لا الدول الكاريبي مش كده تمام. بنضغط هنا على أبلاي ناو وبنلاقي أبليكيشن أنا كنت شرحته في حلقات قبل كده كتير، بتملى أبليكيشن بيانات أصلية تماما وبتدفع الرسوم بالفيزا بتاعتك وبتحصل على فيزا بتاعتك وبتسافر عادي جدا من غير أي مشاكل. يعني هو هنا بيقولك احنا هنعمل لك الفيزا بتاعتك في القنصلية او السفارة بالنسبة لسانت لوسيا، انا كلامي محدد، يعني انت مش محتاج تروح لسفارة سانت لوسيا او القنصلية بتاعتها، وبعدين في الاخر بتدخل الديستنيشن بشكل عادي تماما، بتضغط بس على ابلاي ناو وبتملأ البيانات. وتكلفة الطلب ده لو هتعمله في 24 ساعة بيكون $35، لو في 20 ساعة بيبقى أزيد، لو 16 ساعة بيبقى أكتر، لأن كل ما السرعة بتزيد كل ما تكلفة الطلب بتزيد. بس خليك في اللي هو 24 ساعة، يعني مفيش استعجال ولا حاجة، في $35. طبعا دي يعني أرخص وثيقة سفر أنت تقدر تطلعها لسانت لوسيا من غير ما تروح لمكاتب ومن غير ما تتعامل مع شركات. الجنسية التانية اللي معانا هي لبنان، حاملي جوازات سفر دولة لبنان ممكن يقدروا يحصلوا على وثيقة سفر أو الترافل ريجستريشن فورم لسانت لوسيا. بعد كده معانا سوريا، وطبعا ده خبر مهم للسوريين إن أنت تقدر تطلع الترافل دوكيمنت بتاعت سانت لوسيا، سافر لسانت لوسيا. هقول لك بعد كده الترانزيت هيكون فين. عندي هنا الأردن، الأردن حامل جواز سفر الأردن يقدر يطلع الترافل دوكيمنت. عندي بعد كده فلسطين، السلطة الفلسطينية، جواز سفر السلطة الفلسطينية يقدر إن هو يطلع الفورم بتاعت سانت لوسيا ويدخل البلاد. عندي بعد كده العراق زي ما انتم شايفين، باسبورت فروم عراق. عندي بعد كده اليمن، دي كلها طبعا دول يعني هقول لك بعد كده تعمل ايه. انت ممكن تقدم لجوء في احد مطارات الترانزيت. يبقى احنا كده معانا سوريا والعراق واليمن ولبنان والاردن ومصر. والخبر الكويس عشان كان حد سألني من موريتانيا، لو انت حامل جواز سفر دولة موريتانيا مش محتاج فيزا ولا اي ورق عشان تدخل بيه سانت لوسيا. موريتانيا وكمان معايا السودان، موريتانيا والسودان يقدروا يدخلوا سانت لوسيا تماما من غير اي ترافل دوكيمنت، بس بتحجز الطيران والفندق، طيران ذهاب وعودة والفندق، وبتسافر هناك. ولو عندك فيزا ترانزيت في خلال الرحلة بتشوف انت محتاج فيزا ترانزيت ولا لا، لو محتاج بتطلع فيزا ترانزيت، وهتلاقي عندك في التعليق المثبت فيزا ترانزيت امريكا شرح ليها وفيزا ترانزيت بريطانيا شرح جزئي ليها، يعني مش حلقة كاملة، في حلقة انتيج وبربودة. السؤال هنا ايه الدول اللي انا ما قلتهاش؟ انا في 3 دول طبعا مهمين ما قلتهمش، اللي هم المغرب و الجزائر وتونس. في الوقت الحالي للأسف مفيش مواقع أو شركات بتطلع الترافل دوكيمنت دي أو الفيزا بتاعت سانت لوسيا للجزائر والمغرب وتونس. طيب أصحاب حاملين جوازات السفر الدول الثلاثة دول هيعملوا إيه؟ هتتوجه لأقرب سفارة سانت لوسيا ليك، يعني لو أنت في الجزائر وأقرب سفارة ليك في المغرب أو تونس أو العكس أو مصر، تتوجه لأقرب سفارة لسانت لوسيا في ليك، لو هي مش في بلدك تكون في أقرب بلد ليك، وبتطلع فيزا سياحة لسانت لوسيا. خلينا نشوف بعد كده يعني جواز السفر سانت لوسيا ده قيمته قد ايه، او انا هستفيد ايه لما اروح سانت لوسيا. يعني جواز السفر بتاع سانت لوسيا ده بيتباع، يعني هو قيمته تبرع مباشر للحكومة في سانت لوسيا ب$100,000 زائد الأتعاب. ده من على موقع لافيدا جولدن فيزاز أو أي شركة تانية أنت تختارها بتشتري بيها جوازات سفر، أو إن أنت تستثمر في عقار معترف بيه من قبل حكومة سانت لوسيا بقيمة $200,000. ده لو انت عايز تشتري جواز سفر دولة سانت لوسيا. طيب انت لو مش معاك $100,000 يعني هتبقى النهاية، لا عندك فرصة ان انت تحصل على جواز سفر سانت لوسيا بالإقامة. لو احنا جينا نشوف نقدر ناخده بالإقامة ازاي، هيقولك الشرط ان انت تكون عارف اللغة الإنجليزية، تاني شرط أقامت في البلاد آخر 12 شهر قبل تقديمك لطلب الحصول على الجنسية، تالت شرط تكون مقيم في البلاد بمجموع عدد 7 سنوات، يعني مش 7 سنوات متصلة زي ما احنا شايفين اهو قدامنا for 7 years، ان انت
has combined residency and government service، يعني أنت أقمت في البلاد لمدة 7 سنين، مجموعهم 7 سنين، يعني قعدت مثلا 6 شهور وسافرت بلدك شهرين ورجعت تاني 9 شهور وسافرت تاني. الحاجات دي بيجمعوها على جواز السفر بتاعك. لو عندك 7 سنين إقامة معاك لغة إنجليزية بتحصل على جواز سفر دولة سانت لوسيا أو جنسية دولة سانت لوسيا مجانا تماما، من غير لا 100,000 دولار ولا 200,000 دولار. ندخل على النقطة اللي بعد كده المهمة، وهي يعني أنت لما تروح دولة سانت لوسيا هتعمل إيه هناك، يعني إيه الشغل اللي هما محتاجينه أو الوظائف اللي هي مطلوبة بشكل كبير في سانت لوسيا. أنا جبت لكم موقع موضح فيه الوظائف اللي محتاجينها في سانت لوسيا، عليها طلب عالي، يعني عليها high demand jobs. عندي أول حاجة السيلز، وبعدين الويب ديفلوبرز مطورين المواقع، والسايبر سيكوريتي متخصصين السايبر سيكوريتي، مديرين المشاريع، الهيلث اند سيفتي اوفيسرز اللي هو موظفين الرعاية الصحية، الأطباء والممرضين، مسوقين الإلكترونيين أو مسوقين المحتوى الإلكترونيين، وخبراء التعليم يعني المدرسين ومساعدين المديرين، والقطاعات اللي هي بتحتاج أكتر عدد من الموظفين، قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع المالي، وقطاع الصيدلة، قطاع برامج التليفونات أو الأبليكيشنز، قطاع الجروسريز، شركات الدليفري أو شركات التوصيل، وقطاع النظافة، وبرضو القطاع التعليمي أو المعاهد التعليمية. هندخل بعد كده على نقطة الوظائف للمتحدثين باللغة الإنجليزية في سانت لوسيا. هتلاقي هنا عندك، تلاقيني سايب لك كل وظائف المتحدثين باللغة الإنجليزية في دولة سانت لوسيا، وهتلاقيني سايب لك بشكل عام مواقع التوظيف كلها في سانت لوسيا، سواء كانت غير المتحدثين باللغة الإنجليزية، كل أنواع الوظائف هتلاقيني سايبها لك. طيب النقطة اللي بعد كده، انت ايه اللي يسهل لك اكتر ان انت تحصل على الاقامة في سانت لوسيا؟ هو بتأسيس ال LLC Company Limited Liability Company اللي هي شركة المسؤولية المحدودة. انا قلت لك في اول فيديو ان انت ممكن تجدد الاقامة بتاعتك وانت هناك لما تخلص من مكتب شؤون الهجرة، عادي بتدفع فلوس زيادة وبتجدد الاقامة بتاعتك. بس لو عايز الحكومة تدعمك في ان انت تحصل على اقامة بشكل مباشر هناك، الحل انك تأسس شركة مسؤولية محدودة. هتلاقيني سايب لك الاوفشور كومباني، موقع اللي بيأسس شركات مسؤولية محدودة من 100 سنة، وعليه هتلاقي شركة المسؤولية المحدودة في سانت لوسيا مش بتتطلب حد أدنى لرأس المال، يعني أي رأس مال 1,000 دولار 2,000 دولار تقدر تأسس بيه شركة مسؤولية محدودة في سانت لوسيا زي ما انت شايف. لو انت وصلت معايا لحد دلوقتي وشايف ان المعلومات مهمة والدولة مختلفة والفرصة مهمة ان انت تمشي فيها وتاخد فرصتك فيها، اعمل لايك للفيديو ده دلوقتي واشترك في القناة وفعل الجرس على الكل، وشاره مع اصدقائك المهتمين بالسفر والهجرة، ويلا بينا نكمل وندخل على نقطة مهمة، وهي نقطة الطيران، ونشوف على موقع ويجو الطيران هيودينا فين لما نروح مثلا من القاهرة لسانت لوسيا، وهنحتاج فيزا ترانزيت ولا لا. ده بتاريخ الرحلة ذهاب فقط بتاريخ 10 يناير 2023 من القاهرة لسانت لوسيا، هتلاقي 1,157 دولار الترانزيت في JFK مطار جون كينيدي، يعني هتحتاج فيزا ترانزيت أمريكا. طيب غير كده، لو أنا خدت البريتش إيرويز هلاقي لندن هيثرو، هحتاج فيزا ترانزيت لندن. طيب لو خدت كانتاس هتلاقيك محتاج في مطار دبي، مش محتاج فيزا ترانزيت بس محتاج ترانزيت في لندن. فانت بتشوف يعني هي فيزا ترانزيت ما تخليهاش عائق ليك في ايه، ان انت ما تسافرش، يعني انت ممكن تحجز حجز مش مؤكد، حجز صوري او حجز جزئي او حجز في استرداد التذاكر، كل ده عشان تحصل على فيزا الترانزيت. لو جينا نشوف بعد كده، لو انا خدت رحلة من بيروت لسانت لوسيا، سواء انت سوري او لبناني او يمني مقيم في بيروت وعايز تروح من بيروت لسانت لوسيا في يوم 13 يناير الجاي، هنلاقي ان من بيروت لسانت لوسيا الترانزيت في مطار لندن هيثرو، هتحتاج فيزا ترانزيت لندن. طب نشوف تاني، هنلاقي في اسطنبول وفي مطار نيويورك ليبرتي، هتحتاج فيزا ترانزيت امريكا. فهي كده يعني انت مش هتلاقي رحلة مباشرة، يعني حتى لو اخترت افضل تجربة او اقل وقت هتلاقي في ترانزيت للطريق لسانت لوسيا. هندخل بعد كده للاردن، لو احنا من عمان
شفنا رحلة في يوم 10 يناير لسانت لوسيا من عمان، هنعمل ايه؟ هتلاقي هنا الترانزيت في لندن، هتحتاج فيزا ترانزيت بريطانيا. بس اللافت للنظر هنا ان سعر الرحلة قليل، 742 دولار، فانت لو عايز توفر في سعر رحلة ممكن تسافر الاردن لو انت من مصر مثلا، من مصر الاردن مفيش فيزا، وتسافر رحلتك من الاردن لسانت لوسيا لو شايف ان ده هيوفر لك في تمن التذكرة. هتلاقي هنا عندك هنا في الفيرجن اتلانتيك ايرويز بالتعاون مع الخطوط الملكية الاردنية، هتلاقي رحلة في ترانزيت في روما وبعدين في لندن هيثرو، هتحتاج فيزا ترانزيت لندن. فانت بتشوف المناسب ليك، بتشوف انت محتاج فيزا ترانزيت ولا لا. لو محتاج فيزا ترانزيت بتمشي في الاجراءات بتاعتها وبتطلعها. وهنا السؤال الاخير اللي هيتسأل فيه التعليقات، بس اللي هيسأله هيبقى ما شافش الحلقة الاخر، لان هو في الاخر هل انا اقدر اقدم لجوء لسانت لوسيا. هنلاقي هنا من على موقع واد باسبورت بيقول لنا ان تقديم اللجوء في سانت لوسيا نادر وصعب ان هو يتعمل الاجراءات بتاعته في معظم الحالات، بس هو ممكن تحصل عليه من الحكومة لو انت قدرت تثبت، لو انت تقدر تثبت بشكل ملف لجوء قوي ان انت حياتك معرضة للخطر لو انت رجعت لبلادك، او ان انت ملاحق سياسيا او ملاحق بشكل عنصري. تقدر في ملف اللجوء لو انت اثبتت كل الحاجات دي تقدر تحصل على اللجوء في دولة سانت لوسيا. غير كده انت ممكن في اي دولة فيها رحلة ترانزيت فيها لي اوفر، نزلت ترانزيت في بريطانيا او امريكا او ايطاليا او اسبانيا، في اي دولة من الدول دي تقدر تقدم ملف لجوء. بالنسبة للمصريين، حد مصري هيجي يقول لي انا مصري ممكن اقدم لجوء دلوقتي؟ مصر تعتبر دولة آمنة على مستوى العالم، لو عندك ملف لجوء قوي في مصر تقدر تقدم بيه لجوء. غير كده مش هيتم قبول لجوءك لو انت حامل ليه جواز سفر مصري. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل، واستنوا الفترة الجاية مجموعة حلقات وفيديوهات مهمة جدا على قناة حصريات السفر travelaster.club. شكرا لكم، متابعتكم اتشرف بيها، ومع السلامة.